طاب أوقاتكم بكل الخير مشاهدي الكرام في هذه التغطية الخاصة. سنتوقف في هذه الحلقة وفي هذه التغطية حول عنوان واحد، وهو اليوم الثامن على التوالي لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مزيد من العنف والتدمير دخل فيه الجيش الإسرائيلي في حالة من الهستيريا، هكذا وصفت. ازدادت هجمات الطيران الإسرائيلي عنفا وتدميرا ضد الأبراج والأبنية السكنية وقصف للسيارات والطرقات وحتى المدارس المخصصة للإيواء، مما أحدث مزيدا من المجازر بين المدنيين نساء وأطفال. في هذا الإطار أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 220 شهيدا وحوالي 6039 جريحا خلال 10 أيام جراء هذا العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك القدس وقطاع غزة بدءا من 7 مايو الجاري. في سياق متصل بهذا الإطار، تواصلت الغارات الكثيفة اليوم على قطاع غزة مع دخول هذا العدوان الإسرائيلي أسبوعه الثاني، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسام أبو هربيد القيادي في حركة الجهاد مع قصف 9 منازل لمسؤولين في حركة حماس. هذا التقرير يجمل لنا الوضع الميداني ونعود لفتح هذا الملف تحليلا، أرجو أن تبقوا معنا. مع دخول العدوان الإسرائيلي أسبوعه الثاني، واصلت المقاتلات الإسرائيلية شن عشرات الغارات على مناطق متفرقة غربي غزة، ودوت أصوات الانفجارات في أرجاء القطاع. الجيش الإسرائيلي قال إن هجماته الأخيرة استهدفت مواقع لحركة حماس ضمن المرحلة الثالثة من العملية العسكرية التي يطلقون عليها حارس الأسوار عبر 54 طائرة مقاتلة باستخدام 110 صواريخ. السلطات الفلسطينية أعلنت أن الغارات استهدفت منازل ومصانع وأراض زراعية في مناطق متفرقة من غزة وجبلية وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك في مخيمي البريج ونصيرات وسط القطاع ومحافظة خان يونس جنوبه. وتسببت الغارات بانقطاع التيار الكهربائي، كما ألحقت دمارا بمئات المباني. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن الحملة العسكرية على غزة مستمرة بكامل قوتها بزعم استعادة بلاده ما أسماه بقوة الردع لإعادة الهدوء لمواطنيه. الغارات الإسرائيلية الجديدة جاءت بعد يوم من تسجيل قطاع غزة على حصيلة يومية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مع سقوط أكثر من 40 شهيدة من بينهم ما لا يقل عن 8 أطفال وطبيبين حسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية. وعلى مدى أسبوع استشهد نحو 200 فلسطيني، بينهم نحو 60 طفلة، وجرح أكثر من 1200. أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 10 أشخاص وأصيب 300 في إطلاق صواريخ من قطاع غزة. وبالرغم من الدعوات الدولية إلى وقف دوامة العنف، لا تلوح في الأفق أي علامة على نهاية أسوأ تصعيد في الأراضي المحتلة منذ الحرب بين إسرائيل وحماس في عام 2014، والتي استمرت 51 يوما وألحقت دمارا كبيرا بقطاع غزة، واستشهد خلالها 2251 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، و74 إسرائيلي غالبيتهم العظمى من الجنود. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. باسمكم اسمحوا لي أن أحيي الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ. دكتور، هل من تبرير لهذا التصعيد من قبل إسرائيل؟ يمكن هذه المرة الوضع مختلف عن مرات سابقة عديدة. كانت إسرائيل ربما في مرات سابقة تتذرع بأن الجانب الفلسطيني هو الذي بدأ التوتر، لكن هذه المرة من المعروف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي التي وفرت الحماية والمظلة لمتطرفين مستوطنين إسرائيليين لاقتحام المسجد الأقصى، ثم الإقدام في حي الشيخ جراح وطرد أكثر من 200 عائلة فلسطينية من بيوتهم ومحاولة مصادرة هذه البيوت، مما أدى إلى انفجار موجة من الغضب الفلسطيني العارم. أي أن البداية كانت من الجانب الإسرائيلي، والتصعيد أيضا بدأ من الجانب الإسرائيلي، لأن إسرائيل هي التي وجهت ضربات لحماس، ثم في المقابل جاءت الصواريخ من قبل حماس والمقاومة الفلسطينية ردا على العدوان الإسرائيلي.
لكن يبدو أن بنيامين نتنياهو وجد في هذه الأزمة ضالته السياسية. الرجل كان من المفترض أنه فشل في تشكيل الحكومة، خسر في سلسلة انتخابات، لم يستطع أن يتحصل على النصاب الذي يخوله تشكيل الحكومة. كان منافسوه يرتبون لتشكيل حكومة بينما هو سيكون في المعارضة وقد يمثل للقضاء ويحاكم وربما يزج به خلف القضبان على خلفية قضايا فساد. جاءت هذه الأزمة بالنسبة له لتنقذه من هذا المآل، لذلك هو يصر على تقديم قربان أو فروض الولاء والطاعة للشارع الإسرائيلي من خلال القضاء على البنية العسكرية لحماس كما يقول، أو تأخيرها سنوات إلى الوراء. أيضا استعادة علاقة الردع أو قوة الردع الإسرائيلية في مواجهة حركة حماس لحرمانها من شن أي هجوم ضد إسرائيل خلال سنوات مقبلة قادمة. يريد الرجل أن يقدم نفسه على أنه حامي حما إسرائيل وأنه وحده القادر على كبح جماح حركة حماس والمقاومة يعني الفلسطينية. ما المخاوف التي أصدرتها حركة حماس أو فصائل المقاومة حتى يلجأ إلى هذا الخيار أو حتى يقدم نفسه حسب التحليل أنه قادر على ردع حركة حماس وتأخيرها لخطوات حسب تحليل حضرتك؟ هي لم تقدم على مثل هذه الخطوات حتى يجبر على التعامل معها عسكريا بهذه الطريقة؟ باعتقادي أن الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة وهي متنوعة كما تعلم أستاذ تامر ربما يعني نما إلى علمها معلومات بأن حركة حماس استطاعت تطوير قدرتها العسكرية والاستراتيجية بشكل غير مسبوق لجهة الصواريخ والطائرات من دون طيار والغواصات التي يتم التحكم فيها عن بعد بنظام الجي بي اس، وهذا وضح جليا خلال هذه المواجهات لأن حركة حماس أطلقت حتى الآن قرابة 3500 صاروخ ضد المدن والبلدات الإسرائيلية، وصلت إلى العمق حتى مدينة تل أبيب، ولا زال بجعبتها الكثير من الصواريخ، حتى أن هناك تقارير تقول بأن لدى المقاومة الفلسطينية ما بين 20 إلى 30 ألف صاروخ متعدد المدى ما بين قصير ومتوسط ويستطيع أن يطال كافة المدن والبلدات الإسرائيلية، وهي صواريخ موجهة ومختلفة المديات والأوزان للرؤوس الحربية. هناك أيضا الطائرات من دون طيار، تم إطلاق حوالي 10 طائرات من دون طيار استهدفت مواقع مختلفة داخل إسرائيل لكن القبة الحديدية تعاملت معها. الأمر الثالث وهو الغواصات التي تدار عن بعد بنظام الجي بي اس وقد استهدفت محطة للغاز في المياه الإقليمية الإسرائيلية لكن تم التعامل معها، ما يعني أن هناك طفرة نوعية في قدرات حماس التسليحية من الصواريخ والطائرات بدون طيار والغواصات. أضف إلى ذلك الاستراتيجية القتالية للمقاومة الفلسطينية أيضا تطورت، بمعنى أنها أدركت أن القبة الحديدية تتراجع كفاءتها في التعامل مع الصواريخ والأجسام الطائرة ضد إسرائيل إذا ما تعرضت لغزو صاروخي كثيف للغاية ومن اتجاهات متعددة وفي وقت واحد، لذلك تعمدت المقاومة الفلسطينية إغراق إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ من اتجاهات مختلفة وفي وقت واحد، وهذا ما أدى إلى شلل القبة الحديدية في بعض الأوقات، حتى أن بعض التقديرات تقول أن تصديها للصواريخ الفلسطينية كان ما بين 30 إلى 60% فقط، بينما 40% من هذه الصواريخ استطاعت أن تعبر وتصل إلى العمق الإسرائيلي، مما أبقى كثير من الإسرائيليين في الملاجئ، كما أدى إلى مقتل أكثر من 10 إسرائيليين إضافة إلى الإصابات والجروح وأشياء من هذا القبيل. باعتقادي أن هذه المعلومات وهذا التطور النوعي في القدرة التسليحية لحماس هو ما دفع الجانب الإسرائيلي إلى الإصرار على عملية عسكرية نوعية مكثفة بهذه الطريقة تعيد البنية العسكرية لحماس سنوات إلى الوراء وتمنعها من مواصلة تطوير هذه القدرات العسكرية. ولكن الملاحظ طبعا أنا أتمنى أن احنا أتخطى مع حضرتك التأليخ اليومي لتفاصيل المعركة وندخل في تفسير النوايا إن استطعنا، النوايا السياسية بالطبع. المشاهد في هذه الحرب دون غيرها من الحروب أن إسرائيل لم تلجأ بشكل أو بآخر إلى الاجتياح العسكري، وده يمكن أحد علامات الاستفهام. ثم الاستهدافات الإعلامية لأبراج مرتبطة بالصحفيين وهي تعلم رد فعل الصحافة، الأبراج السكنية الضخمة اللي بتمثل علامة من علامات قطاع غزة دون وضوح ما هي الخسائر اللي تعرضت لها فصائل المقاومة. هل ده يتنافى مع كلام حضرتك إن هو نجح بهذه العملية اللي حضرتك وصفتها بالنوعية إن هو يستهدف قدرات المقاومة الفلسطينية؟ التحدي أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن هي كيف يوازن ما بين هدف ضرب البنية العسكرية لحماس
التحت أرضية والأرضية كما يقول بنيامين نتنياهو، اللي على سطح الأرض سواء كانت معاقل ومراكز للمقاومة أو تحت الأرض كالأنفاق التي من خلالها تطلق الرشقات الصاروخية ضد المدن الإسرائيلية. كيف يستطيع أن يحقق ذلك من دون إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين؟ لأنه يعلم أن المجتمع الدولي غالبا ما ينتابه القلق من سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة، ومن ثم هو يحاول أن يركز الأهداف والضربات العسكرية بحيث تطال العناصر المسلحة أو العسكرية في المقاومة الفلسطينية من دون أن يتعرض للعناصر المدنية. وهذا أمر صعب للغاية بسبب الكثافة السكانية لقطاع غزة. أنت تتحدث عن قرابة 2,000,000 فلسطيني في شريط ساحلي ضيق للغاية، فضلا عن التداخل ما بين المواقع العسكرية والبؤر العسكرية للمقاومة الفلسطينية وبين المناطق المدنية. لذلك دائما يسقط عدد كبير من الضحايا المدنيين ما بين قتيل وجريح إبان استهداف العناصر العسكرية. هذه واحدة. فيما يتصل بالاجتياح العسكري لقطاع غزة أو العملية البرية، هناك محاذير عديدة في هذا الإطار. أولها أن الضربات الجوية تحقق هدفها بنسبة كبيرة، يعني حتى الآن كافة التصريحات الإسرائيلية تؤكد تصفية أكبر عدد من قيادات المقاومة الفلسطينية، تؤكد تدمير أكثر من 17 كيلو متر من الأنفاق الموجودة تحت الأرض والتي تعد مخازن للأسلحة والذخيرة ومنصات لإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل. الأمر الثالث وهو يعني خبرة التجارب المريرة السابقة، بمعنى أن إسرائيل تخشى من أن يفضي توغل بري داخل قطاع غزة إلى سقوط قتلى بين صفوف قوات الاحتلال، أو أن يتم أخذ الأسرى، أنه تنجح فصائل المقاومة الفلسطينية في أن تتحصل على أسرى إسرائيليين، بينما إسرائيل تعاني الآن من عدم تسلم أسرى منذ عملية 2014 أو المواجهات التي جرت في العام 2014، حتى أن أي مفاوضات للهدنة الآن تشترط إسرائيل أن يدمج فيها بند يتعلق باستعادة الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في أسر المقاومة الفلسطينية في العام 2014. طيب أعود لحضرتك في طرح بعض الرؤى داخل اللي كتبت في الصحافة الإسرائيلية، محاولة للتشكيك في النوايا، أنه كان هناك تساؤلات أنا أجملها بدون نسبها إلى كاتبها أو إلى الصحافة لأنها كانت موجودة بشكل أو بآخر، أنه تم السؤال أنه لماذا تم منع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى؟ لماذا أغلق باب العمود مثلا على سبيل المثال؟ لماذا تم إطلاق قنابل الغاز داخل الحرم؟ هذا سؤال. على الجانب الآخر هناك رصد لحالة أو مواقع السوشيال ميديا، وهي أصبحت أحد المحركات لردود أفعال الناس في عز اشتعال الأزمة في حي الشيخ جراح وفي باب العمود وفي المسجد الأقصى. كانت هناك نداءات ساخرة لفصائل المقاومة تصورهم بأسلحتهم وأنهم غير قادرين على الاشتباك. هل دخول حركة حماس عن حسن قصد منها وباقي الفصائل، هل هي من أفسدت تسليط الضوء بشكل أو بآخر على قضية الشيخ جراح ومنع المصلين من الوصول إلى مقدستهم؟ مسألة منع المصلين واستخدام القنابل المسيلة للدموع في الأماكن المقدسة، هذا ربما يتماشى مع ما طرحته عليك أستاذ تامر قبل قليل، وهو أن نتنياهو الباحث عن نصر سياسي يعيد تحسين موقفه السياسي المترنح للغاية في الداخل الإسرائيلي أيضا، والمعلومات التي تحصلت عليها إسرائيل بتفاقم القدرة العسكرية لحركة حماس، ربما ذلك ما أدى إلى استدراج إسرائيل لحركة حماس والمقاومة نحو مواجهة تتيح لإسرائيل استخدام القوة الغاشمة لضرب البنية العسكرية لحركة حماس، بدليل أن مسألة الاجتياح أعلنت إسرائيل قبل أيام أو الجيش الإسرائيلي أنه سيتم الاجتياح، وبعثت ببيان لدى إلى وسائل الإعلام الدولية المختلفة، ثم ما لبثت أن تراجعت. كان الهدف من ذلك أن تدخل المقاومة إلى الأنفاق ثم يتم توجيه ضربة إلى الأنفاق وتصفية عناصر المقاومة داخل هذه الأنفاق، ما يعني أن مسألة الاستدراج تستطيع إسرائيل ولديها مهارة في هذا الأمر أن تستدرج المقاومة الفلسطينية إلى هذا الاتجاه أو ذاك في محاولة لتوجيه ضربة موجعة إليها. أيضا مسألة التسييس، تسييس الصراع العسكري أو المواجهات العسكرية، مثلما ينتوي نتنياهو من خلال العمليات العسكرية تحسين موقفه السياسي المرتبك للغاية
للأسف الشديد حركة حماس لديها مصلحة في القيام بعمل عسكري تظهر من خلاله قدرتها على الدفاع والردع في مواجهة العدوان الإسرائيلي، لأن الرئيس أبو مازن بدأ أقل قدرة على استيعاب الحدث والتعامل معه بالكفاءة المطلوبة. كانت حركة حماس استجابتها أسرع على المستوى الميداني، استطاعت أن تبعث برسائل الجميع بأنها جاهزة وقادرة على التصدي للخروقات الإسرائيلية، حتى أنها أسمت العملية عملية سيف القدس ردا على عملية إسرائيل العسكرية العدوانية، ما يعني أن حماس تتطلع أيضا إلى أن تقدم نفسها كمتحدث رسمي باسم جموع الفلسطينيين، لا سيما وأن هناك انتخابات فلسطينية مؤجلة تريد أن تقول بأنها تتفوق على السلطة الفلسطينية في سرعة الاستجابة للعدوان والتحديات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي. ومن هنا كانت حركة حماس أكثر تسرعا، كانت المقاومة الفلسطينية أكثر إقبالا على المقاومة وعلى استخدام الأدوات العسكرية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، لذلك كان بسهولة استدراجها ووقوعها في الشرق الإسرائيلي. طيب، وهل في النهاية سيظل الأمر أو سيعود الأمر إلى نقطة البداية الدائمة ثم نقطة النهاية الدائمة؟ أنا هأتحدث عن النقطتين اللي أقصد فيهم الإشارة هنا، ولكن هعود إلى ملمح من كلام حضرتك، إنه حضرتك أشرت إلى إنه حماس كانت رد فعلها أو حركات المقاومة رد فعلها أسرع من السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن. هي تمتلك ما تقدمه، ما يمتلكه الرئيس أبو مازن هو أنه يقدم استقالته ويقوم بحل السلطة الوطنية الفلسطينية، هي دي أدواته، لأنه غير قادر على استعمال أدوات حركة حماس وحركات المقاومة. ماذا كان ينتظر من أبو مازن أن يقدم في هذه الأزمة وأن يقدم في هذه الأزمة؟ اسمح لي أستاذ تامر أضيف للي حضرتك قلته وقبله، هو يمتلك الشرعية، هذا الرجل هو الرئيس الشرعي للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن بدايات العدوان الإسرائيلي والتحرش الإسرائيلي بالفلسطينيين بدأت في مناطق خاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالأساس. يعني حينما نتحدث عن الضفة الغربية، حينما نتحدث عن بعض البلدات الواقعة بشكل مباشر تحت سلطة وسيطرة الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية، ومع ذلك كانت الاستجابة متأخرة، الدعوة جاءت متأخرة للخروج في تظاهرات مناهضة للعدوان الإسرائيلي من قبل السلطة الفلسطينية، كل ذلك يثبت عدم استيعاب السلطة والرئيس أبو مازن للحدث وسرعة استجابة حماس. الرجل لديه الشرعية، كان يمكن أن يعني يهاتف الرئيس الأمريكي أو بعض الرؤساء في الدول الأوروبية على سبيل المثال، بينما كما قال جبريل الرجوب كان المجتمع الدولي أبعد ما يكون عن أبو مازن ولم يتواصل معه، يمكن الرئيس الأمريكي تواصل معه بالأمس القريب فقط، بينما الرجل يمتلك الشرعية ومع ذلك لم يسمع له صوت مؤثر في هذا السياق. كان من المفترض أن يحرك المجتمع الدولي، كان من المفترض أن يتواصل مع المسؤولين الدوليين، لكن يبدو أن صواريخ حماس كانت أسرع وأكثر تأثيرا من تحركات الرئيس الفلسطيني. سنتوقف عند هذه الجزئية وأستكملها مع الدكتور عبد المجيد سويلم الأكاديمي والمحلل السياسي من رام الله. دكتور عبد المجيد، تقبل تحياتي ابتداء. أهلا بكم دكتور. هذه المعادلة، معادلة حركات المقاومة، حركة حماس المسيطرة سياسيا على قطاع غزة، وسلطة الرئيس الفلسطيني، الانتخابات، رغبات بنيامين نتنياهو، كل هذه الحبكة كيف قرأت؟ يعني كيف توصلتم إلى صياغة نستطيع أن نفهم منها كيف بدأ الأمر ثم اشتعل الأمر، وكيف تتوقع أن يصل في هذا المدى؟ هل سيصل إلى مدى ما كان يصل إليه في السابق، أن اشتعال ثم ضرب فشهداء فوقف ثم إعادته مرة أخرى وهكذا دواليك؟ نعم، سؤال مهم. والساحة الفلسطينية لا يوجد توافق كامل على رؤية تشخيص هذا الذي تتفضل به، فهناك من يعتقد ولديهم وجهة كافية في هذا بأن حركة حماس قد سارعت إلى الاستجابة للاستفزاز الإسرائيلي إذا جاز التعبير، أو هي بادرت من تلقاء نفسها لأنها اعتقدت بأنه إذا لم تتدخل بصورة مباشرة وبصورة عسكرية فإن الشارع سيتساءل إذا لماذا تخزن حركة حماس هذه الأسلحة في قطاع غزة، ومتى ستستخدمها إذا لم تستخدمها هذه المرة، والشعب الفلسطيني يرى يعني الهجوم الإسرائيلي المتكالب على مدينة القدس وعلى كل شيء لالتهام الضفة والإمعان في الاستيطان، فهذه نقطة. وبالتالي هنا يقال بأن جزء من حركة حماس قد استجاب أو بادر
من هذه الزاوية أولا. وهناك هل حركة حماس والفصائل استجابت أم دفعت للاستجابة؟ تسمح لي هنا بإشارة يعني دكتور عبد المجيد، إشارة صغيرة. لا أملك جوابا. طب تسمح لي دكتور بالإشارة دي لو تكرمت، إنه في الفترة ما بين أو ما قبل إطلاق فصائل المقاومة صواريخها على إسرائيل وفترة اشتعال أزمة حي الشيخ جراح والقدس مسجدا ومدينة، كانت هناك على السوشيال ميديا ما كان يسخر من حركة حماس لتأخر تلبيتها أو مساندتها، على الرغم من أنه من يحلل أو يرصد هذا الوضع الميداني يعلم أنه في حال أن استهدف القطاع إسرائيل سيتحول الأمر من حي الشيخ جراح والقضية الأصلية والقدس وهي القضية الأصلية إلى غزة كما كان سابقا. يعني اسمح لنا أن تفكك لي هذه الطلاسم التي كنت أود أن أوضحها. هناك من يعتقد بأن حركة حماس إن كانت استجابت أو بادرت فالأمر سيئان، هو أن حركة حماس أرادت أن تختطف الحالة الجماهيرية التي كانت تغلي في القدس، وخصوصا بعد استجابة أهلنا في الداخل الفلسطيني وخروجهم عن بكرة أبيهم لنصرة القدس، وبعد ذلك استجابة الضفة. يبدو أن جزء من حركة حماس فكر بأنه لابد من اختطاف هذه الحركة والذهاب بها إلى غزة، لأنه من شأن استمرار يعني العمل الجماهيري والتحول إلى انتفاضة من شأنه أن يحيد سلاح حماس وأن يبعده عن المسار الرئيسي، وهذا بالنسبة للبعض في حماس كان يشكل خطر على يعني سمعتهم وعلى ما يمكن أن يدعوه بأنهم يمثلون المقاومة وغير ذلك. عندما تأتي مقاومة أخرى أكثر فعالية أكثر أهمية أكثر جدوى أكثر إحدادا للتصدعات في المجتمع الإسرائيلي، هذا يؤثر على المشروع الحمداوي الضيق بالمعنى الضيق للكلمة. هناك آراء كثيرة في الساحة الفلسطينية، ما أود أن أقوله هنا بأنه ليس هذا هو الوقت المناسب لمناقشة كيف تم جر حركة حماس أو كيف استطاعت حركة حماس أن تختطف الحالة يعني وتعود بها إلى غزة بدل من أن يستمر النضال الجماهيري المنظم. أنا لا أقصد أن حماس أو أن حماس دكتور عبد المجيد، أنا لا أقصد هنا أن حماس وفصائل المقاومة فعلت ذلك عن قصد وإنما استدرجت. نحن هنا نتحدث عن محاولة لفهم الأبعاد، لأنه هذه الحالة وحالة السكون اللي كما اتهمت حماس وفصائل المقاومة بأنها غير قادرة على مواجهة إسرائيل ومساندة أبناء الشيخ جراح، هذا الاتهام وجه حتى وإن كان على خجل على وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت بتحرك المزاج العام في المنطقة العربية، هي الأخرى وجهت الاتهام بأن الرئيس أبو مازن لم يقدم شيئا كما قدم غيره. كنا مقبلون على انتخابات الآن أجلت وقد تجرى في وقت لاحق، ألا ترى أن هذا يقدم حالة من الإضعاف للرئيس أبو مازن ومن لف لفة؟ لا أعتقد، حتى وإن كان الأمر يبدو كذلك من على خط الأحداث لا أعتقد بصحة ذلك لسببين. السبب الأول هو أن الناس تعرف وتدرك بأن العمل الجماهيري الذي يعني رأيناه في القدس ورأيناه بمنطقة الداخل ثم بالضبط يعني كان أكثر جدوى وكان أكثر أهمية، وأنه تم اختطاف هذه الحالة عنوة أو يعني في ظرف سياسي حتى لا يمكن أن يأتي أبو مازن ليقول لماذا تفعلون كذا ذلك أو ليقول هذا يعني هو انجرار نحو حرب مدمرة في قطاع غزة. يعني عادة من الناس الحروب لا تنتقد ولا تذهب إلى مثل هذه التخييمات. في نهاية المطاف اللي بغزهم شعبنا وجزء من شعبنا ويتعرضون لعدوان، المحاسبة تأتي بعد، التقييم يأتي فيما بعد. النقطة الأخرى التي لا أعتقد أن أبو مازن سيتأثر بها كما يعني تبدو الأمور من على سطح الأحداث، هو أن أبو مازن كما كان يشير ضيفك الكريم هو الشرعية، لكن الشرعية لا تتحرك يعني بمنطق الفصائل. يعني أنت لا تستطيع أن تطلب من الرئيس مثلا عبد الفتاح السيسي أن يتحرك بنفس الطريقة التي يتحرك فيها أي حزب سياسي في مصر، وكذلك الأمر ينطبق على أي دولة في العالم. عادة من المستوى الرسمي لا يتحرك بنفس الطريقة، لا يعمل بنفس الطريقة ولا يستجيب بنفس الطريقة. أنا من وجهة نظري أنه كان هناك يعني عمل سياسي ودبلوماسي ممتاز، وهذا العمل السياسي والدبلوماسي يعني الآن إحنا نحصد ثماره
بمعنى ان هناك تعاطف كبير على المستوى الدولي. نحن نعرف مشاكلنا وثغراتنا على صعيد الاداء السياسي والدبلوماسي احيانا التاثر وغيره، ولكن في هذه المره بالذات بعتقد انه يعني ايقاع القياده الفلسطينيه كان كافيا وكان طبيعيا، ويعني بالامكان القول بانه لو كان ربما اسرع لكان افضل، لكننا لا نستطيع ان نتحدث عن حاله سلبيه تقييميا، لا اعتقد اننا امام مثل هذه الحاله، واعتقد ببساطه نقطه واحده فقط، واعتقد ببساطه الان انه يعني الاستجابه الدوليه والحديث مع الرئيس ابو مازن حتى وان كان متاخرا، فهذا لا يعكس المشكله التي لدى ابو مازن، وانما يعكس بصراحه تخاذل للمجتمع الدولي عن مواجهه اسرائيل، لانه ابان مساله يعني الشيخ جراح وقبلها يعني باب العمود ايضا لم يتحركوا ولم يتصلوا باحد ولم يكن هناك صواريخ، بمعنى لا في هناك مشكله في المجتمع الدولي وليس عند الرئيس ابو مازن. وان كنت لا انكر ابدا بان ثمه ما يجب ان يفعل من اجل ان تكون استجابه القياده السياسيه الرسميه الفلسطينيه اكثر ديناميكيه في المراحل اللاحقه. نعم، شكرا لك دكتور عبد المجيد سويلم، وانت الاكاديمي والمحلل السياسي اذ كنت معنا عبر الهاتف من رام الله. فيما يتعلق او استمرار التعويل، اشكرك يا فندم، استمرار التعويل على المجتمع الدولي، منذ متى والمجتمع الدولي نجح في ان يقدم مساعده واضحه، حتى ان مندوب الجامعه العربيه في كلماته امس في الجلسه المغلقه او في جلسه مجلس الامن عبر الفيديو كونفرنس قال انه حتى محاوله رفع مستوى اولا تفعيل اللجنه الرباعيه الدوليه ورفع مستواه الى المستوى الوزاري حتى هذا لم يصل اليه المجتمع الدولي، لماذا دائما التكرار على المجتمع الدولي؟ خاصه ان الدول العربيه قدمت بشكل او باخر ما يطلق عليه حسن النيه في التعامل مع اسرائيل. التعويل على المجتمع الدولي لاننا نعيش نظاما دوليا له اركان وثوابت، هذا النظام الدولي له قواعد قانونية ممثلة في القانون الدولي، له يعني قواعد مؤسسية ممثلة في الأمم المتحدة والمنظمات الفرعية التابعة لها، هناك مجلس الأمن الدولي، كما أن هناك قرارات أممية صادرة عن الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واللاجئين والقدس وكافة هذه القضايا، هناك ملف للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، لذلك دوما العرب والفلسطينيون يلجؤون إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية. لكن المشكلة أن نظام العمل داخل مجلس الأمن الدولي يعتمد على حق الفيتو أو يعتمد فكرة حق الفيتو، وهناك جدل قديم جديد على إلغاء حق الفيتو أو توسيع حق الفيتو، بمعنى أن هناك خمس دول من ضمن الدول 15 في مجلس الأمن الدولي، هذه الدول هي دائمة العضوية وتمتلك حق الفيتو أو الاعتراض. الولايات المتحدة الأمريكية معروفة بالانحياز المطلق لإسرائيل منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي وعرضه على المنظمة الدولية في العام 1947، تستخدم دائما حق الفيتو لنصرة إسرائيل وللحيلولة دون إدانة إسرائيل في أي عدوان أو أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني أو بالمناسبة ضد أي دولة عربية أخرى. خلال أسبوع مضى من تاريخ هذا العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التأم مجلس الأمن الدولي 3 مرات، وللأسف الشديد أخفق المجلس في هذه المرات 3 في إصدار بيان يدين العدوان الإسرائيلي ويوقف الهجمات الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية بسبب الولايات المتحدة التي لا ترى أن هناك عدوانا إسرائيليا وإنما عدوانا من قبل المقاومة الفلسطينية التي ترشق إسرائيل بالصواريخ، وترى الولايات المتحدة وتبرر هذا الانحياز لإسرائيل بأن إدانة إسرائيل أو وقف العدوان سيؤثر على مساعي دبلوماسية تتم خلف الكواليس لتسوية هذه القضية، ومن هنا نجد أن مجلس الأمن يظل مكبلا يظل عاجزا بسبب حق الفيتو، لأن صدور أي قرار من مجلس الأمن الدولي أو بيان يتطلب موافقة 9 دول من بين 15 دولة، 10 غير دائمين و5 دائمين، أولئك 9 دول لابد أن يكون من بينهم 5 الدائمين، إذا قامت دولة باستخدام الفيتو هي الولايات المتحدة يستحيل صدور قرار أو بيان يدين إسرائيل أو يوقف هذه العمليات. فنحن مطالبون باللجوء إلى المنظمة الدولية لأننا نعيش في نظام دولي ولأن الأمم المتحدة راعية لمفاوضات تسوية وصدر منها قرارات تحمي الحق الفلسطيني حتى ولو لم تنفذ. ثانيا أنه لا توجد خيارات أخرى أمام العرب،
يعني اللحظة العربية الراهنة هي أسوأ اللحظات في تاريخ الأمة العربية، يمكن أسوأ من هزيمة يونيو 67، لأن هناك تشرذم، هناك دول عربية خارج نطاق العمل العربي المشترك، انتهى ما كان يعرف بالنظام الإقليمي العربي، أصبح شيئا من الماضي ما كان يعرف بالعمل العربي المشترك. لذلك نحن بصدد لحظة تاريخية سيئة للغاية على صعيد العمل العربي المشترك، ومن هنا كان اللجوء إلى المجتمع الدولي أملا في شيء من الإنصاف. لكن الولايات المتحدة لم تفاجئنا بالانحياز المطلق لإسرائيل الذي شل مجلس الأمن الدولي. طيب نهاية هذا المطاف كيف ترى هذه الأزمة؟ هي الأزمة دي ستنتهي، ولكن سيناريو انتهائها كيف سيكون؟ للأسف الشديد عودنا الاحتلال الإسرائيلي أن المواجهات مع المقاومة الفلسطينية لا تنتهي بعد أسبوع أو بعد 10 أيام، يعني كل السوابق التي مضت تمتد إلى 4 أو 5 أو 6 أسابيع، وهذا شيء مروع. ده كان بيمتد لهذه المدة إذا ما يعني اقترن بالاجتياح البري، ولكن أن تقصف بهذا التواصل من خلال الجو لم تستمر بهذه المدة من قبل. يعني يجب أن لا يعني نجزم بأنه ليس في الإمكان حدوث اجتياح بري. حتى هذه اللحظة لم يتم الاجتياح البري، هناك حشود عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة وعلى حدود القطاع، لكن يعني لا ندري كيف يفكر الإسرائيليون. بنيامين نتنياهو مصر على توجيه ضربة موجعة للبنية العسكرية التحت أرضية لحركة حماس وتصفية قيادات المقاومة قدر المستطاع، وهذه المرة مختلفة عن كل المرات السابقة، لأن يعني تعتبر فيها قبلة الحياة السياسية بالنسبة لنتنياهو. يعني يا دكتور إذا كان يعني دعني أعتمد هذا الطرح، وبالتبعية أنا بقول لحضرتك أنه معنى ده أنه انطلاق الشرارة كان الهدف منها الوصول إلى هذه النقطة، يعني أزمة الشيخ جراح وما حدث في القدس كان الهدف منه أن تصل إسرائيل إلى هذه النقطة وضرب حماس واحتمالية القضاء كما تقول وما أطلقنا عليه قبلة الحياة السياسية لبنيامين نتنياهو؟ أنا لا أستبعد ذلك، لأن مستوى التصعيد الإسرائيلي هذه المرة مبالغ فيه. إطلاق يد المتطرفين المستوطنين بهذه الطريقة، سواء لاجتياح الأقصى أو للاعتداء على المصلين أو لطرد الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وغيرها، باعتقادي أنه ما فاجأ الإسرائيليين هذه المرة ليس قدرة حماس الصاروخية فالمعلومات الاستخباراتية. للأسف المقاومة الفلسطينية مخترقة استخباراتيا، ويجب أن نعترف بهذا الأمر بدليل عمليات التصفية وعمليات الانتقاء لقيادات الحركة وتصفيتها بهذه الطريقة. ثم تخترق إما استخباراتي وإما بتواطؤ مع عناصر من المقاومة أو عناصر فلسطينية في الداخل. ربما كانت المفاجأة طائرات بدون طيار، وهي لم تكن مفاجأة كبيرة أيضا بالنسبة للإسرائيليين، لكن المفاجأة هي اشتعال الجبهة السادسة بالنسبة لإسرائيل، وهي ممثلة في عرب 48. لم تكن إسرائيل تتوقع أن يحدث مستوى عالي من التضامن ما بين عرب 48 الذين يصل تعدادهم إلى 1.9 مليون فلسطيني داخل ما يسمى بالمدن المختلطة داخل إسرائيل، كاللد والرملة وعكا وحيفا وغيرها من المدن، وبين الحراك الفلسطيني في غزة وفي باقي مدن الضفة الغربية والقدس. حتى أن بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي نفسه وصف ذلك بالحرب الأهلية، يعني توقع أن تنشب حرب أهلية داخل إسرائيل. الولايات المتحدة عبرت عن قلقها بهذه المواجهات داخل إسرائيل نفسها، ومن ثم أتصور أنه ربما يكون هذا ما يردع الجانب الإسرائيلي في الاجتياح البري لقطاع غزة، فكرة اندلاع الجبهة السادسة، لأن هناك 5 جبهات لإسرائيل: الجبهة المصرية، الجبهة الأردنية، السورية، اللبنانية، وجبهة غزة. هذه هي الجبهة السادسة ممثلة في الداخل الإسرائيلي الذي تحول إلى قنبلة موقوتة يمكن أن تهدد وحدة الدولة الإسرائيلية، لأنها ضربت فكرة الاستيعاب أو الدمج للفلسطينيين داخل الدولة الإسرائيلية في مقتل. أيضا شككت فيما تشيعه إسرائيل عالميا بأن الفلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية يتمتعون بالحرية كاملة، لا يوجد تمييز عنصري، لا يوجد استبعاد أو إقصاء سياسي، بينما ما حرك فلسطيني الداخل هذه المرة هو الإقصاء والتهميش والعنصرية المفرطة الممنهجة من قبل الإسرائيليين ضد عرب 48. في بداية هذه الأزمة أنا بعود لحضرتك لمفهوم الاجتياح البري. الاجتياح البري استنادا إلى هذا التحليل، يعني أنا كل الأسئلة بسألها خدمة لهذا التحليل على الأقل، إما إذا كانت تتماشى معه أو تتناقض معه. فيما يتعلق بمفهوم الاجتياح البري واستمرار أو ارتفاع وتيرة التصعيد النفسي الضاغط على الداخل سواء في مدن الضفة الغربية أو في الداخل في إسرائيل، أنه في بداية هذا الاجتياح استخدم صاروخ كورنيت ضد مدرعة إسرائيلية، قتل فيها جندي وأصيب
أصيب آخر، ألا تعتبر أنه أحد هذه الإشارات هي ما أخرت قليلا رغبة إسرائيل أو قرارها النهائي في هذا الاجتياح؟ يعني شواهد ما تمتلكه حماس لو كانت على دراية وأن هذا الاختراق اللي حضرتك أشرت إليه لفصائل المقاومة موجود بهذه القوة، لماذا لم تعلم إسرائيل بأن هناك صواريخ كورنيتو على المدرعات أن تبتعد لمدى أبعد من هذه الأسلحة؟ الاختراق يا أستاذ تامر لا يعني أن كل ما بحوزة المقاومة الفلسطينية بات كورقة بيضاء مكشوفة للجانب الإسرائيلي. اختراق معناها أنه يستطيع أن يصل إلى مدى معين يتيح له التعرف على بعض الأسرار العسكرية للمقاومة، مثلا مسألة تعداد الصواريخ، يعني أنه يقول لك لدى الفلسطينيين ما بين 20 إلى 30 ألف صاروخ متعدد المديات والرؤوس الحربية، انه يتحدث عن طائرات من دون طيار. يا فندم ما هي دي في الاخر ممكن تاتي من خلال تقديرات مش من خلال معلومات، يعني هذه الارقام مش في الاصول او مش دائم الوضع انها تاتي نتيجه المعلومه، ممكن تكون تسريب معلومه علشان ترى العكس. هي في الاخر طالما معلومه خرجت للعلن فهي اصبحت متاحه للجميع، هي ليست قانون او الاعتماد عليها كقانون يستند عليه في التحليل، صحيح؟ نعم، لكن طريقة استهداف عناصر المقاومة ومنصات إطلاق الصواريخ ومسألة التعرف على الطول، طول الـ 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 الأنفاق، إنه يتحدث عن 17 كيلو متر ويتحدث عن اتجاهاتها وشبكاتها وهذه التفاصيل، يعني أن ثمت اختراقا حقيقيا قد جرى. مستوى هذا الاختراق يعني غير معلوم بالنسبة لي كمحلل أو كمراقب، ربما يكون اختراق بنسبة 20% 30% ربما أكثر من ذلك، لكن هذا لا ينفي وجود اختراق معلوماتي حقيقي بالنسبة لعناصر المقاومة الفلسطينية، لا لأسباب متعددة. يعني هو ليس بالأمر المعجز، لأن أولا التقارب الجغرافي الشديد ما بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، مسألة التجسس على شبكات الاتصالات على سبيل المثال، الساتلايتس الإسرائيلية التي ترصد كل التحركات في داخل قطاع غزة، إضافة إلى تجنيد عناصر بشرية داخل القطاع سواء من المستعربين الإسرائيليين المندسين داخل قطاع غزة أو حتى من الفلسطينيين أنفسهم ممن تمارس عليهم ضغوط أو يتم استدراجهم أو تجنيدهم بطريقة أو بأخرى، فضلا عن الانشقاقات. يعني هناك ظاهرة تستوقف المراقبين وهي أن ينشق مسؤول مثلا صواريخ أو مسؤول في التسليح داخل المقاومة الفلسطينية ويلجأ إلى إسرائيل ويقوم بإدلاء معلومات خطيرة للغاية للاحتلال. كل هذه الأمور واردة تشي في نهاية المطاف بأن المقاومة الفلسطينية مخترقة بدرجة أو بأخرى، وربما هذا يسهل مهمة المحتل الإسرائيلي في تعقبها والتعامل معها. يعني هل في إشارة في كلام حضرتك على حسب ما استوعبت أنه قد تكون هذه الحرب هي محاولة استطلاع حقيقة ما تمتلكه إسرائيل من معلومة؟ ليس يعني استطلاع حقيقة ما تمتلكه، ولكن استثمار للمعلومات التي يتم التحصل عليها، بمعنى أنه حركة حماس تعتقد أنها تفاجئ الإسرائيليين بمديات الصواريخ، بأعداد الصواريخ، بدقة توجيه الصواريخ على سبيل المثال، بالطائرات بدون طيار أو الدرونز أو مسألة الغواصات الموجهة عن بعد، لكن في نهاية المطاف تجد أن رد الفعل الإسرائيلي يعكس سرعة الاستيعاب، يعني بمعنى أنه قد يفاجأ في بداية الأمر لكنه يستطيع أن يتعامل مع هذا الأمر ويستطيع تحديد الأماكن والأهداف التي سيتم التعامل معها بسرعة فائقة، وهذا يعكس ويؤكد فكرة الاختراق إضافة إلى فارق القوة. يعني إحنا النهاردة بنتعامل مع سب ناشنال أكتور، يعني فصائل المقاومة الفلسطينية سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو غيرها هي فاعل دون الدولة. إذا كان هذا الفاعل دون الدولة استطاع أن يصنع هذه الصواريخ بهذه الدقة والكثافة وأن يصنع الطائرات بدون طيار والغواصات ويستخدمها ويستخدم استراتيجية الإغراق الصاروخي متعدد الاتجاهات لتعمية القبة الحديدية أو إرهاقها بهذه الطريقة، فما بالنا لو تعاملت دول أو جيوش نظامية تمتلك قدرات تصنيع عسكري متطورة أكثر من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي بهذه الطريقة. أتصور أن هذا يطرح تساؤلات بشأن التفوق النوعي الإسرائيلي. إذا كانت فصائل مقاومة دون الدولة استطاعت أن تحرج الدولة الإسرائيلية التي يعتبر جيشها واحد من أهم 10 جيوش في العالم بهذه الطريقة، أتصور أن هذا سبب من أسباب الرعب لدى الإسرائيليين في الداخل، إنه الآلة العسكرية الإسرائيلية الجبارة لم تستطع أن تحمي الإسرائيليين وتجعلهم يعيشون داخل بيوتهم آمنين بينما هم يلوذون بالملاجئ بهذه الطريقة. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للدكتور بشير عبد الفتاح، وأنت الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. سعدت بهذا اللقاء يا دكتور. شكرا موصول لكم مشاهدي الكرام، كانت هذه تغطية خاصة لليوم الثامن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أنا تامر حنفي أحييكم.